السلام عليكم. هذا الشريعه المزيغيه مباركه، كنا كنتمناو انها تكون بدايه ايجابيه بالنسبه لنا. يوم كانت المباراه كانت صعيبه بحال كاع المباريات، كانت كتلعب على دي ديزاين. كنا بيان كالكيو الماتش، دخلنا مزيان في الماتش. ابارامون سان مونكا بوبليسيتي قدام البوطو. بالنسبه لنا واخا نشرح كيما غادي نشرح، كتبقى اون ديفيت. مكناش بغينا الديفيت، كنا بغينا نستمروا في المسار الايجابي ديالنا. مي كنظن ملي الكره ما تبغيش اون كخيي دي زوكازيون، اون دوميني، اون افي دي مومون فور اي دي مومون فير. اي ابارامون اون فان دو كونت سيتي با اون بون ريزولتا، وكنعتبرو. مي فرانشمون اللي حسيت بيه اليوم، حسيت براسي مالغري انه كان حاضر واحد العدد كبير ديال البيبليك وتو، مي حسيت براسي بحال ما لعبش بركان، بحال لعب برا بركان. جو سي با بوركوا، كنا كنحسو بالدافع في لي ماتش اللي قبل، سورتو لي دو ماتش اللي لعبنا على دوميسيل، كنا كنحسو بالدافع، كنا كنحسو بالعمل. اجوردي جو سي با علاش التيران كان خاوي، مي كتبقى اللي علينا اننا نخدمو ونجتهدو. ما كنرجعش هذا السبب انه التيران كان خاوي ولا البيبليك ما عاوناش ولا شي حاجه. كنظن بانت بلاصتو، كنا محتاجين في هاد لي ماتش انه يكون البيبليك معنا. مي ابارامون كنظن حنا اللي ما عرفناش نتعاملو في واحد 5 ولا 10 دقائق الاخرى، ما با بيان جيري. اكون نقول صراحة، ماشي حيتاش خسرنا اليوم غنقول لك لا خاصنا اللعابة يدو. مازال طايق في جروب ا 200%. كيما قلت، إلا كان شي واحد غلط اليوم فهو أنا، باش يلعب اللعابة دارو اللي عليهم. التوفيق مرة تيكون مرة ما تيكونش. جاونا دي زوكازيون، ماشي ما جاوناش دي زوكازيون. لو بلون اللي درناه جاونا به لي زوكازيون، سي سا سكي انتيريسون، انه داكشي اللي حاولنا نخدمو عليه جاونا منو دي زوكازيون نت. ابخي ما يمكنش ليا اليوم نلعب ولا نطلب منو اكثر من القياس. لي زون ايسيي، حاولنا كاملين باش نجيبو ريزولطا مزيانه، ما تمكناش نجيبوها. ما كاينش شي اكسكيوز اخرى ابار انني درت دي شوا اللي بوتيت ما كانوا صحاح. واحد لو مومون اللي كنا يمكن الطموح ديالي كبر، لانه انا فرقه ليا كبيره وكنبغي نربح كاع الماتشات. ولا قلت لك نعاود الماتش 10 المرات غادي نقول لك غندخل باش نربحو، ماشي باش نتعادلو. سا سي كلير، اليوم خسرت الماتش. فوالا.